ينفع نقارن بين المباراة، مباراة الأهلي امبارح وبيراميدز، واللي جاي يوم السبت إن شاء الله الأهلي والوداد؟ ينفع نعمل مقارنة ما بينهم؟ ينفع نقول إن ده النموذج اللي إحنا هنشتغل بيه أو هنلعب بيه؟ طريقة اللعب دي هتكون يوم السبت اللي جاي؟ هي دي البروفة؟ هو والله يمكن ولا لا؟ أحسن بروفة. دي أحسن بروفة. طبعًا، لأن أنا متفق مع حضرتك جدًا، وسؤال جميل جدًا. إن النهاردة فعلًا النادي الأهلي امبارح في مباراة بيراميدز، أنا بقول دي يعني بروفة جدية جدًا للي حصل. بلس كمان الطرد اللي حصل دون، يعني السلية. كان في تنظيم دفاعي، انا يمكن وده يمكن انا موسيماني طبعا والجهاز وكابتن سامي انا بشكرهم عليه، لان واضح جدا الشكل الدفاعي، يمكن كابتن هاني الشكل الدفاعي منظم واضح، يمكن ايام فايلر ممكن كان في شكل دفاعي لكن مش في عشوائيه شويه، لكن بعد امبارح 4 4 4 1 لما هو ابتدى يلعب الكلام ده باين الخطين باينين جدا، وازاي الترحيل وازاي الارتداد. يعني امبارح احمد فتحي ومحمد هاني ما شاء الله، ازاي حسين وجونيور، وان جونيور يلعب في المكان ده مكسب كبير جدا، نلعب في المكان ده جربه الهاف اللي هو اللي عشان ازاي النهارده جونيور وحسين بيخشوا لجوه عشان يوسعوا الباكين وهم طالعين. يمكن محمد هاني راح من بوكس بوكس امبارح مجهود بدني كبير جدا، احمد فتحي نفس الموضوع، حسين الشحات ازاي هو لما بيطلع لبره يخلي الباك يدخل في نص الملعب عشان يزود نص الملعب. فامبارح انا شايف الكلام دون يمكن حصل النقص العددي كمان خلى ان النادي الاهلي في الهجوم اللي عليه لا فرقه طبعا كبيره زي فرقه بيراميدز، فبقى محك يقارب اللي هيحصل في 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 فرق شمال افريقيا. فرق شمال افريقيا يمكن الوداد هيبقى عنده اندفاع، مش عايز اقول ان الدفاع محسوب لان هو بيلعب فريق كبير برضه، لكن دايما فرق شمال افريقيا هو الماتش الاولاني هناك، فهو عايز يبقى في ضغط شويه على النادي الاهلي، يكثف الضغط على النادي الاهلي عشان هو عايز يستغل ان المباراه الاولى على ملعبه. فالكلام اللي حصل امبارح دون انا يمكن بصراحه كنت مبسوط جدا اللي حصل، وتوقيت المباراه يمكن قبل الماتش بحوالي اسبوع، فده كل حاجه مثاليه بالظبط، حاجه طبيعيه ان انت اسبوع بعدين تعمل ريكفري كويس جدا، تاخد وقتك وبعدين تبتدي تعد لمباراه الوداد بشكل كويس جدا. وبكره السفر 5 ساعات ونص كمان، ده يعني ده هو طبعا الحمد لله. يمكن انا بشكر طبعا كابتن خطيب ومجلس اداره ان وفر طياره خاصه، لان دي برده بتفرق كتير جدا، اللعيب يبقى براحته ما يبقاش فيها ارهاق بالنسبه له، يبقى قاعدين براحتهم يعني، ما يبقاش في حد معاهم في الطياره برده ممكن يحصل مشادات، لان الكلام ده حصل معانا يمكن واحنا اعتقد في مباراه الترجي ساعات الجمهور او حد على الطياره ممكن يحصل لفظ او حاجه زي كده. بكره قبليهم واحنا ان شاء الله الطياره اللي بعد فده انا بقول لحضرتك مباراه بيراميدز كانت حاجه يعني نموذجيه او بروفه كبيره جدا قبل مباراه الوداد.